قطعت بواجع كتير قوي. هو عليا بالليل عم تمشي بالبيت انه موجوعة، كلهم عم يبكوا. كنت روح على المدرسة كمان وقفت ما عاش رحت، كنت روح كمان على الجامعة كمان ما عاش رحت. رفقاتي ما عاد شفتهم ابدا، صار كل الوقت انه بالبيت، وانه كمان انا الكبير يعني بدي يكون واقف حد بي وحد امي. هلا السرطان انه في صار له علاجات كثير، ماما كان مرضها ما بتصح منه. هي اثرت علي كانه حاله نفسيه، انه انا فجاه هيك صار قصص، ما كان في شيء يعني كان عادي كل شيء، فجاه انه امي مرضت و... الحمد لله يعني صار أعجوبي وصحت وبشكر الله يعني. بقول الله يبعد المرض عنا ويخليها فوق روسنا، بتدعي لي من قلبها إنه أوصل للبدي إياه، وإن شاء الله بكون عند حسن ظنها.